في الشوط الأول. عادة ما يدفع ببالوتيلي في مباراة اليوم يفعل ذلك. هذه محاولة عالية والكرة خطيرة وفرصة موجودة لكن تنشال، ومرة أخرى في المكان الخطير جول مع بداية الشوط الثاني. مع بداية الشوط الثاني الأسد الكاميروني صامويل إيتو. الإنتر ما تأخر كثير، الإنتر يعود في الوقت المناسب وصامويل إيتو سادس أهدافه بالكالتشو، سادس أهدافه بالكالتشو. ما تمناها رانيري، ما تمناها، لكن تحدث الآن لمورينيو. يدفع بالأوراق المعتادة ويأتي التعادل سريعا بعد ثلاث دقائق فقط من لكن استلام جميل، دوران جميل، وضع الكرة بعد ذلك. هو ما ناظر المرمى لكن يعرف كل الكرة الماضية الملعوبة بشكل ممتاز، ولدينا الكرة الماضية العرضية كانت مثالية من تياغو موتا، ووضع الكرة بعد ذلك في المرمى للنجم صامويل إيتو، السادس أهدافه.